بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافية العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قالون إلا يتابعونا، خليكن معنا. Escape Residential Compound كاشف على منطقة ترميلة، مؤلف من 70 فيلا وبيمتد على مساحة أرض 30,000 متر مربع. موقعه بعيد 20 دقيقة عن بيروت، مع أكسس سهل بعيد دقيقة من الطريق العام، وقريب من المطار وأهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. قسم من الفيلاز دوبلكس مساحتهم بين 180 و 300 متر مربع، وقسم تريبلكس مع انترنال اليفيتور مساحتهم بين 360 و 450 متر مربع، بالاضافه لروف مع تراس بكل فيلا. مودرن ديزاين بالعمار واكثر من 55% خضار وجاردن داخل المشروع. لكجري لايف ستايل وخدمات عديده مأمنه، مول تجاري، جيم وسبا، جيتد كوميونيتي وسكيورتي، واثنين لاربع باركينج لكل فيلا. دبل وولز ودبل جليزنج، تجهيز اي سي وسولار سيستم، كهرباء ومي 24/24، يوروبيان باثروم ستايلز وسانيتري، بالاضافه لبرايفت جاردن بكل فيلا مع تجهيز لسويمينج بول حسب الطلب. اسكيب مشروع فيلل اندر كونستراكشن بعيد 700 متر عن البحر وكاشف على سي فيو ما بينحجب. 25 فيلا من اصل 70 بعدهم افيلبل للبيع، وكل فيلا خاصه ومستقله. اما التسليم ابتداء من 2018. تسهيلات مميزه للدفع وتقسيط 25 سنه باقل من 1% فايده، والستارتنج برايس 300,000 دولار. رينج 200 تاور سكني موقعه استراتيجي ببيروت، بيطل على حديقة جبران والأسكوا وعلى بعد 10 دقائق من المطار. بانوراميك فيو على البحر والمدينة والجبال. مؤلف من 11 طابق وشقة واحدة بالطابق. مساحات الأبارتمنت 230 متر مربع، بيتضمنوا 2 صالون، داينينج و3 ماستر بيدرومز. 9 أبارتمنت افيلبل للبيع وجاهزين للسكن، واندر جراوند باركينج لكل الشقق. من أهم المواصفات الداخلية: رخام إيطالي، كيتشنز وباثرومز أوروبية، هيتينج وإير كونديشنينج سيستم، بالإضافة لبولت وساوند بروف جليزينج. رينج 200 تاور جاهز للسكن بوسط بيروت، تحديداً شارع فؤاد شهاب. مساحات خضراء بالطابق الأرضي بالإضافة لسيكوريتي مأمنة. دوبلكس فخم للبيع باخر طابق من الفرح 954 تاور بالاشرفيه شارع ساسين، قريب من ساحه ساسين واهم المراكز بالمدينه، وبنفس الوقت بشارع سكني برايفت ورايق. تاور جديد مؤلف من 14 طابق، اما دوبلكس مساحته 443 متر مربع على الطابق 13 و14 مع برايفت انترنال اليفيتور. مودرن ديزاين بالداخل والخارج، جمع الروف واندر جراوند للباركينج والستورج. من اهم المواصفات: عمار ايكو فريندلي ودبل وولز وجليزينج. اما بالداخل اي سي كونسيلد وهيتينج سيستم. ومؤلف الدوبلكس من 4 غرف نوم، 2 ماستر، 2 صالون وداينينج. دوبلكس هاي اند جاهز للسكن بالاشرفيه مع بانوراميك فيو ما بينحجب على المدينة والبحر والجبل وموقع استراتيجي. ليمار فيليج جيتد كوميونيتي بكسروين، تحديدا ساحل علما، كاشف على فيو خليج جوني وخضر جبل حريصه. مشروع بيمتد على مساحه ارض 15,000 متر مربع
ومساحات الأبارتمنتس بين 175 و 650 متر مربع دوبلكس. بروجكت بمنطقة سكنية رايقة وبنفس الوقت قريب من أهم المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية والسياحية. من أهم المواصفات رخام إيطالي، كيتشنز وباثرومز أوروبية، أمن وصيانة 24/24، برايفت جيم، أوتدور بول ومالتي بيربس هول. أول مرحلة من ليمار فيليج جاهزة للسكن، أما المرحلة الثانية حالياً أندر كونستراكشن والتسليم بربيع 2018. أندر جراوند فلور خاص للباركينج والستورج وباركينج إضافي للجوف. أكد مدير إقراض القطاع الفندقي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي أن وزارة المالية خصصت 2.7 مليار ريال لإقراض المشاريع الفندقية والسياحة أثر عودة العمل بقرار الإقراض المعتمد من الوزارة. وأوضح أن الهيئة رح تشتغل على تحسين البيئة الاستثمارية بالقطاع السياحي من خلال إعادة تنشيط إقراض الفنادق لدى وزارة المالية. هيدي كانت حلقتنا لليوم. راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك mtv.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.